بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. الحياة الحقيقية التي يعيشها الإنسان هي الحياة التي تملأ بذكر الله، ولذلك تجد الحياة التي وصفها الله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن، أو وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، هي التي مرتبطة بذكر الله، بالارتباط بالله. لا يظن بعض الناس أن الحياة هي المرتبطة بالماديات، بكثرة ما عند الإنسان من مال، وما لديه مثلا من مسكن، وما لديه كذلك من حظوة دنيوية، أنها هي الحياة الحقيقية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الحياة هنا وربطها بالذكر، قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، قال: مثل الحي والميت. يعني اللي يذكر الله كثير هذا حي، حياة حقيقية، والذي هجر ذكر الله تبارك وتعالى هذا ميت، حتى وإن كان يمشي وله روح وله نفس وأنفاس. الحياة إذا ارتبطت بذكر الله أصبح الإنسان حيا. ولذلك أنا أقول بعض الناس يشعر هو أنه حي، وفي حقيقة الأمر هو ميت، لأنه كيان بشر له أرجل ويدين وعينين ولسان وشفتين، لكن الباطن، القلب، الحياة الحقيقية، الروح معدومة ميتة. ولذلك تجد يعني يتكرر على ألسنة كثير من الناس الطفش، بالعامية يقول: أنا زهقان، أنا طفشان، أنا أشعر بضيقة. هنا نقول هذا الطفش أو هذا الزهق أو هذا التعب بسبب أن القلب حقيقة ليس في حياة، الحياة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآن انظر إلى أكثر عضو يتحرك في الجسد، ما هو؟ اللسان. يعني لو أن اليدين تتحرك مثل حركة اللسان لربما تعب الإنسان. كذلك القدمين، أي عضو من أعضاء الجسد لا يمكن أن يتحرك حركة مستمرة دون تعب في الغالب مثل هذا اللسان. ولذلك هذا اللسان الذي فيه الذكر جعل الله له فيه من الأمور العظيمة. والذكر أيها الأحبة، حتى البيت الآن، بيوتنا، بعض الناس تجد أنه يشتكي مثلا من مشكلة مع زوجته، ويشتكي عقوقا من أبنائه، ويشتكي أحيانا مشكلة في البيت، إما من خادم أو من خادمة أو من غير ذلك. أحيانا هذا مرتبط بعدم الذكر، بعدم حياة البيت. ولذلك أيضا في الحديث في البخاري مثل، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البيت الحي والبيت الميت، البيت الذي يذكر الله فيه كالبيت الحي، هذا حي، والذي لا يذكر الله فيه هذا بيت ميت. وفي رواية أخرى قال: كالبيت الخرب، يعني خرابة ما له قيمة. بقدر ما يذكر فيه رب العالمين يكون القضية فيها مرتفعة وذات قيمة وذات شأن. أنا وأنت كمخلوقين متى يعلو شأننا؟ يقول ابن القيم: لو ما يجي من ذكر الله إلا أن الله يذكرك لكفاك. الله يقول: فاذكروني إيش؟ أذكركم. إذا ذكرت الله في ملأ، ذكرك الله في ملأ خير منه. الآن نحن هنا في جامع الراجحي في الرياض على جلالة المسجد ومكانته، إلا أن بمقارنة بالملأ الذي عند الله لا شيء. فبالتالي أنت هنا تذكر الله في هذا الملأ، ولك أن تستشعر أن الله يذكرك الآن. ولذلك الآن حنا جالسين، والآن أيضا هذا اللقاء يصور، ربما يشاهد أحد، أنت الآن وأنت في مجلسك قل لا إله إلا الله، سبح ربك واذكر الله، وصلي على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لو لم تخرج، يعني ما تطلع بنتيجة أو بفضل، إلا أن الله يذكرك الآن في ملأ خير منه لكفاك ذلك. الله يقول: إليه يصعد إيش؟ الكلم الطيب، الكلام الطيب، ومنها الذكر وهو أعظمه، يرفع إلى الله ويصعد إليه. وهذا الصعود صعود تعظيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي إيش؟ أكلها كل حين بإذن ربها. هذا فيه ثمرة. الثمرة وش من ذكر الله؟ وش الثمرة؟ الذين آمنوا إيش؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله إيش؟ تطمئن القلوب. أنت خايف، مديون، مهموم، بينك وبين زوجك مشكلة،
عندك من الهموم التي ضاق بها صدرك، أقسم بالله أن ذكر الله كفيل على أن ينزل الله عليك الطمأنينة. إذا لقيتم فئة إيش؟ فاثبتوا واذكروا الله. عدو أقوى منك وأكثر منك عادات وعدة، ومع ذلك الله يأمرهم هنا بالثبات وكثرة ذكر الله. أنتم تعرفون الفتنة التي حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كان من جملة ما قال بعض الصحابة، قال ارفعوا على مصاحبكم القرآن، يعني ذكروهم بالقرآن، وقيل بمعنى تذكروا القرآن وارفعوا أصواتكم بالقرآن. اليوم بعضنا يستحي، ولذلك متى يطمئن قلبك بذكر الله؟ لكن متى يتحقق الاطمئنان الحقيقي؟ بكثرة ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله إيش؟ ذكرا كثيرا. خلونا نأخذها بعلم الجينات أو بعلم الخلايا، بقدر ما تكثر من ذكر الله تطمئن النفس، يطمئن القلب، العينين. بل ابن القيم ذكر كلاما حتى جلدك، واستدل رحمه الله تعالى بالرقية على 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 الماء أو رقيتك على الجسد. أحيانا في إنسان مجروح، إنسان عنده مرض، فترقيه بالقرآن فيتأثر. قال تطمئن الخلايا، بمعنى يطمئن الجسد لحما وعظما، ويطمئن الدم، وتطمئن النفس والعين والقلب، الجسد كله يرتاح. لكن أكثروا من ذكر الله. كل والله جل وعلا أمرك، يعني حتى وانت جالس الآن، قال الله جل وعلا واذكر ربك في نفسك إيش؟ تضرعا وخفيه. يا أخي اذكر الله، يعني فضل ذكرك لله. الآن حديث، خذوا هالهدايا الأربع، لكنها من محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. النبي يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا إيش؟ نزلت عليهم، عدوا معي وابشروا بالفضل، هذا ليس جوائز مني. قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، وقبل ذلك حفتهم الملائكة. يذكرك الله عنده وتحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة. ثم لا يعادل ذكر الله شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إيش؟ إن ذكرني. معية الله، إذا ذكرت الله، إذا كان الله معك من يغلبك؟ إذا كان الله جل معك ناصرك من يظلمك؟ إذا كان الله جل وعلا معطيك من يمنعك؟ إذا كان الله رازقك من يأخذ منك؟ فأنت أكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، تعرفون الحديث في البخاري، حديث أنس لما سلم على الأنبياء، من جملة من رأى إبراهيم، فلما سلم في علاقة بيننا وبين الأنبياء جميعا، لكن إبراهيم في علاقة خاصة. ولذلك نحن في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما إيش صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إبراهيم عليه السلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء في ليلة المعراج، قال إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة جميعا، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. إبراهيم يسلم عليكم صلى الله عليه وسلم، أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم. وش الوصية اللي وصانا إبراهيم من السماء وصاها محمد ليقولها للأمة؟ وقل لهم إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها إيش؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا أخي اغرس نفسك نخل وغراس في الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى الصحابة رضوان الله عليهم بماذا، دخل النبي المسجد، الرسول كان جالس في بيته والصحابة رضوان الله عليهم في المسجد جلوس، فدخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي ما
ما الذي أجلسكم؟ ليش أنتم جالسين؟ أنتم الآن جزاكم الله خير في جامع الراجحي، وأنا أعتذر منكم لكن عاد هذا نظام المسجد وبرامجه، أنكم بعضكم أراد التنفل وأراد قراءة القرآن وأراد الذكر، وأنتم إن شاء الله تعالى في بحبوحة ذلك من خلال هذا الجلوس والاستماع. فالنبي دخل المسجد على الصحابة، ما الذي أجلسكم؟ شو لا جالسين؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله يستحلفهم، ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني وش هل هو اتهام؟ قال الصحابة الله ما جلسنا إلا لهذا، ما جلسنا إلا نذكر الله. قال أما إني ما سألتكم تهمة لكم، أنا ما سألتكم أتهمكم، ولكني علمت الآن أن الله يباهي بكم ملائكته. الآن الله جل وعلا جاني الوحي إن الله يباهي بكم الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متهما للصحابة، إنما سألهم ليتأكد ويقرر ويؤكد عليهم أن هذا الذكر الذي جلستم في المسجد من أجله أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل قال يا رسول الله كثرت علي شعائر الإسلام، يعني أمور الدين كثرت والأحكام نزلت، فدلني على أمر أتشبث به. نزلت أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج وغيرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بذكر الله، تمسك بذكر الله. والثاني الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أنه يريد وصية النبي له، قال أوصني، قال عليك بذكر الله ما دمت حيا حتى تموت، والله يقول واذكر ربك إيش واعبد ربك إيش حتى يأتيك اليقين. طيب أسألكم سؤال، ليش أوصى النبي هنا أنك تذكر الله لين تموت؟ ليش؟ لأنك أحوج ما تحتاج الذكر لحظة الموت. الذي يذكر الله كثيرا في الدنيا يسهل عليه أن يقول لا إله إلا الله عند لحظة موته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بقدر ما تكون مكثرا لذكر الله. ولذلك يروى أن سليمان عليه السلام مر ببعض ملكه وحشوده وجنوده، فرآه الناس فقال أحدهم ما أعظم ملك سليمان، ملك سليمان عظيم. فوقف سليمان ونزل قال أما إن ما عند الله أعظم مما عندي؟ قال أعلم، وما ذاك؟ قال ذكر الله أعظم مما أنا فيه. قال له ليش؟ قال لأن ملكي يزول وذكر الله لا يزول، بمعنى أجر الذكر الذي أنت قلته سيبقى لك يوم القيامة في صحيفتك. يا جماعة نستكثر من الطاعات، لأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم إيش؟ مغفرة وأجرا كبيرا. ذكر الله الكثير فيه مغفرة. ثم أقسم بالله أيضا، ترى كثير من اللي مصابين بمرض الأرق والقلق والاكتئابات النفسية والأمراض لو جلس يذكر ربه. ليش حنا كل عبادة بعدها ذكر؟ مو بكل عبادة، حياتنا ذكر. إذا استيقظت من نومك تذكر الله فيه ذكر، إذا جيت تلبس ثوبك فيه ذكر، إذا جيت تغسل وجهك فيه ذكر، إذا جيت تدخل أكرمكم الله والمسجد الخلاء الحمام فيه ذكر، إذا خرجت من الخلاء فيه ذكر، إذا جئت تأكل تذكر الله، إذا انتهت من الطعام تذكر الله، إذا تحركت للمسجد ذكرت الله، إذا دخلت المسجد ذكرت الله، إذا خرجت ذكرت الله، إذا خطبت ذكرت الله، إذا هاجت الريح ذكرت الله، إذا نزل المطر ذكرت الله. كل حالاتك ذكر 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 ذكر. ليش؟ ليش الذكر؟ ولذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا قال لا تلهكم أموالكم إيش ولا أولادكم عن ذكر الله، لأنها مشغلة. الحين بعد كل أركان الإسلام الخمسة، بعد كل انتهاء ركن فيه تذكير بذكر الله التوحيد، قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال إيش واستغفر لذنبك، وقال الله جل وعلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله
كثيرا لعلكم تفلحوا. إذا انتهينا من الحج قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولذلك الموضوع يجب أن يفهم رمضان كذلك. والله جل وعلا أمرنا بذكره وشكره، فلما قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، ثم قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. المسألة مرتبطة بذكر الله، حياة الإنسان ذكر. الحين احنا نصلي على الأموات: غفر الله لأمواتنا وأموات المسلمين ووالدينا وأحسن الله عزاء المصابين في كل مكان. تكبر 4 تكبيرات كلها ذكر لله. الصلاة، الصلاة وأقم الصلاة إيش؟ لذكري. الصلاة اللي نصليها من أجل ذكر الله، تقام الصلوات لذكر الله، والصلاة دعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة في الحديث القدسي بيني وبين عبدي نصفين، قسمها نصفين. ولذلك إذا قرأ الفاتحة يكون الفاتحة كلها دعاء، نصف الفاتحة ثناء وذكر، ونصفها دعاء لله تبارك وتعالى. ولما عدوا حروف الفاتحة وجدوا نصف الأحرف، نصف الفاتحة ثناء على الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصفها الآخر: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذا ارتباط. ولذلك ذكر الله، على علم ذلك موسى. موسى قال: اجعل لي وزيرا ايش؟ من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ليش؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ذكر الله. ولذلك بعض الناس يعرف بالذكر. يذكر يروى أن أبو هريرة كان يسبح رب العالمين ويستغفر 12,000 مرة. قالوا: وش دليلك يعني على كيف جلست تسبح؟ قال: عتق الرقبة في ذلك الوقت تشترى عتق الرقبة ب12,000 درهم، وفي بعض الأحاديث كعتق رقبة. وأنا أجتهد أذكر الله جل وعلا وأسبحه وأستغفره 12,000 مرة. ولذلك أنا أقول: كم نجلس في الزحمة الآن، زحمة الرياض في السيارات، أحيانا نطلع مشوار ساعة ونص. اسأل نفسك سؤال الحين وانت جاي للجامع في السيارة: جلست تسبح، تذكر الله، تقرأ الفاتحة، تردد قل هو الله أحد، أي ذكر تحفظ؟ لو لم تقل لا استغفر الله. الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. كم من المشاكل عندنا، وكم من الهموم والديون، بعضنا يشتكي لبعض، ويمكن بعضنا أحيانا من التوكل أو التواكل يمكن يشتكي حتى الله على البشر. يا أخي، كثرة الاستغفار في مشكلة وفي مصيبة وفي هم وفي حزن وفي فقد حبيب، لكن يزول ذلك بكثرة الاستغفار وذكر الله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منها، هي رحمة وهدى، وكذلك تفريج هم وقرب من الله سبحانه وتعالى. والذاكرون محبوبون عند الله. إذا ارتفعت الأصوات وجت المصيبة، يعني أنت تذكر الله في السراء والضراء. لما جاءت الضراء الكرب عليك وجلست: يا رب، الصوت هذا معروف. ولذلك يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات 3، في ظلمة الليل، في ظلمة بحر، في ظلمة حوت، يعني هموم اجتمعت، ومع ذلك كان يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في بعض الروايات أن الملائكة قالت: يا ربي، صوت معروف من عبد معروف، أين هو حتى ننقذه؟ قال: ذاك عبدي وأنا سأنقذه، هذا عبدي وأنا سأنقذه. قال الله: فلولا. اللي عنده هم ومصيبة فوق مصيبة وألم فوق ألم، اسمع، قال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين. التسبيح، الذكر، جعل له فرج. فلولا أنه كان من المسبحين
للبث في بطنه إيش؟ إلى يوم يبعثون. لولا هذا التسبيح والارتباط بالله والذكر له سبحانه وتعالى أنقذه الله به. الذي يصيبك من هم وغم وحزن وبلاء وغير ذلك يزول بحول الله سبحانه وتعالى وبكثرة ذكرك لله. أخيرا لعلي أختم، الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة كتاب الأذكار أن استشعار الذكر، يعني بعضنا يقول مثلا أنا نزلت منزل طلعت البر وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لكن قرصتني حية، ولا اشتعلت النار في خيمتي، أو أصابني أذى. يقول بعض العلماء استحضار حضور القلب، استشعار الذكر، لما تشرب ماء زمزم وأنت مؤمن بقول النبي ماء زمزم لما شرب له، وبعضنا يقول والله أني أقحن في ذا الموية في مكة طول السنة، نقول له أنت لم تستشعر، لم تكن النية موجودة حاضرة، لم يكن هناك حقيقة إيمان واعتقاد أن ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما قاله الله جل وعلا في كتابه أنه حق، بمعنى أنك تؤمن بالنص لكن لا تؤمن بالأثر. استحضروا هذه النية واعلموا كذلك أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعطينا. نسأل الله يرزقنا وإياكم حسن عبادته وذكره وشكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.